إذا للحديث عن واقع العراق بعد مرور عقدين على احتلاله وفشل المشروع الأمريكي وانعكاسات ذلك على المنطقة والعالم بأجمعه، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. رغم حديث الولايات المتحدة عن دعم العراق سياسيا وأمنيا وعسكريا، ولكن لماذا فشل العراق حتى هذه اللحظة وبعد كل هذه الأعوام من أن يستعيد عافيته؟ ما السبب في ذلك أستاذ عبد الله؟ تحية لك ولمشاهديكم الأكارم. حياك الله أستاذ. النظام السياسي في العراق بعد الاحتلال أوجدته أمريكا وولدته مشوها. هذا النظام يعاني من خلل كبير، خلل في البنية السياسية والدستورية والتركيبة السياسية، تعاني من مرض ينقصها هو الوطنية. لا أي طرف سياسي موجود بالعراق يمتلك الروح الوطنية ليتعامل مع القضايا الوطنية. وبعدين الصراع ما بين القوى الإقليمية والدولية على ثروات العراق واستخدام أذرعها السياسية والميليشياوية تجاه سرقة أموال العراق سبب الفشل وتراكمه وأثر. أما لما تتحدث أمريكا عن دعم العراق سياسيا و أمنيا واقتصاديا، هي تدعم فقط أطراف العملية السياسية، تحافظ على النظام السياسي الفاشل الذي دمر الشعب العراقي وسرق خيراته. فأمريكا تتحدث عن هذا، دعم لهذا النظام. أمريكا لم تتحدث عن النظام أمام المحافل الدولية أنه نظام فاشل وأثر على مصالح الشعب العراقي وسرق وقتل. بالعكس، هي تدعم وتقول هذا النظام نحن ولدناه وهذا النظام ديمقراطي. أستاذ عبد الله، ولكن يعني في هذا السياق الذي تفضلتم به، يعني ما الذي يمنع الولايات المتحدة خاصة في الوقت الراهن من دعم العراق لكي يستعيد سيادته ولكي يحسن من وضعه الخارجي والداخلي، وهي تعلم علم اليقين بدور إيران المسبق، دور إيران السلبي في البلاد؟ ما الذي يمنعها من ذلك أستاذ عبد الله؟ النظام السياسي الأمريكي نظام رأسمالي، والرأسمالية تعتاش على الأنظمة الفاشلة. فمن مصلحة أمريكا والنظام الرأسمالي أن يبقى العراق بموارده وخيراته الطبيعية أن يبقى نظاما فاشلا، حتى تبقى تساند السرقة والفشل وتذهب أمواله إلى البنوك الأوروبية. والنظام الرأسمالي يعتاش كما هو يعتاش أيضا على الأنظمة الفاشلة في أفريقيا وفي أوروبا الشرقية. الآن يسعى لأن جعل روسيا أيضا نظام فاشل. فطبيعة النظام الرأسمالي العالمي اللي تقوده أمريكا يعتاش على هذه الدول، ففي ذلك تشجع على الفشل في العراق وتحمي هذا الفشل. أستاذ عبد الله، التقارير الأجنبية اعتبرت أن ما يجري في العراق مسرحية وليس نظاما ديمقراطيا حقيقيا. ماذا وراء هذه الرؤية؟ ما الذي تريده هذه التقارير؟ هذه التقارير تتحدث عن واقع تعيشه الحالة السياسية في العراق، تتحدث عن واقع حقيقي موجود. لا توجد يعني في المفاهيم السياسية ديمقراطية تأتي من رحم الاحتلال، لا توجد ديمقراطية تأتي بنظام محاصصة وتوافقية، لا توجد ديمقراطية تأتي والرصاص موجه ضد الشعب، ولا ديمقراطية عندما يطالب الشعب العراقي بحقوقه يقتل من خيرة شبابه 1000 شهيد و25 ألف معوق. فإذا الناس تتحدث، هذه التقارير تتحدث عن واقع يعيشه العراق ويتلمسه المحيط الإقليمي والسياسي الدولي. أستاذ عبد الله، الملاحظ دخول الصين على خط المصالح في العراق، ولكن هل تعتقد أن إيران والولايات المتحدة ستسمحان لبكين بالتعمق لا سيما مع مشروع الطريق الاستراتيجي الذي طرحه السوداني؟ هل تعتقد ذلك؟ حقيقة موضوع الصين يعني موضوع تتلقفه الحكومات المتعاقبة من عبد المهدي إلى مصطفى الكاظمي إلى محمد السوداني، هذه تتلقفه وتتحدث به للإعلام. وأما الصين عندما تتحرك فتتحرك كأي دولة أخرى تبحث عن مصالحها. لكن يقين الولايات المتحدة وإيران أنه أي مشروع سياسي مشروع استراتيجي اقتصادي في العراق لا ينجح تجاه أي دولة تقوم به، الصين أو غير الصين، لأنه الفساد
مترسخ وقوي في النظام، في النظام السياسي العراقي، لا يسمح بنجاح اي، فلذلك هم يتركون الصين تغوص في هذا المجال الفساد حتى تفشل كما فشلت في بعض مواقع الدول الأفريقية. أستاذ عبد الله، هناك من يتحدث ويؤكد أنه رغم خروج العراق من طائلة بند الفصل السابع، لكن العراق لا يزال يعاني حتى الآن من تداعيات هذا البند. هل تتفق مع هذا الطرح أستاذ عبد الله؟ هو صحيح، لأنه النظام السياسي لا يمتلك إرادة وطنية لإبعاد العراق عن البند السابع. كان المفروض من السنة الأولى من الاحتلال أن يكون هناك خروج للعراق من البند السابع، لأنه البند السابع أقيم على نظام، ونظام تم احتلال البلد والنظام انتهى، فإذا النظام الجديد لا يتحمل عقبات ما قبل الاحتلال، فعليه كان المفروض أن النظام البند السابع يرفع مباشرة أو بعد سنة بأكثر تقدير، لكن الآن وانتهاء رسميا ولما ينتهي رسميا، بمعنى أن العراق تحول من الوصاية الاقتصادية تحت الأمم المتحدة إلى البند السادس، وهو التوافق مع الأطراف المختلف معها، لكن وهنا الطامة الكبرى في الفساد والرشاوة التي أثيرت مؤخرا حول الحدود وغيرها. فبالتأكيد النظام السياسي يعني بالعراق هو لا يمتلك إرادة وطنية للاستفادة أو التعافي من الخروج من البند السابع. هل هناك فرصة لخلاص العراق من الإرث الأمريكي الإيراني الذي وصفه الكثير من المراقبين بأنه إرث ثقيل على الشعب العراقي؟ هل هناك فرصة للخلاص من هذين الاحتلالين؟ بالتأكيد هناك فرصة كبيرة أمام الشعب العراقي للخلاص، لكن لا يمكن بأماني خارجية أو مشاريع خارجية إلا بثورة شعبية عارمة تسقط هذا النظام السياسي. لا أمل للشعب العراقي بأن أن يحقق أي شيء لمصلحتهم بوجود هذا النظام. هذا النظام هو أساس الدمار للشعب العراقي والقوى السياسية الأخرى الوطنية التي تعاني الأمرين منه. فالفرصة الوحيدة أمام الشعب العراقي والأكيد هو إسقاط هذا النظام للتعافي بشكل سليم لصالح الشعب العراقي ليعيش حياة حرة كريمة تليق بالشعب العراقي. عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.